يعطيكم العافية. معنا الدكتور محمد تركو، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلابية. دكتور، شو بتحب تخبرنا عن المعرض؟ والله أنا هاي الزيارة الأولى لي لهالمعرض، وهو المعرض الدوري الخامس. طبعا أنا لاحظت حماس الشباب بصراحة بإنجاز مشاريع التخرج، يعني كلية همك بأقسامها الثمانية متنوعة، في مشاريع بالطاقة، مشاريع بالهندسة الطبية، مشاريع كتير حلوة بصراحة، وفي إبداعات من الطلاب، والأهم من هذا كله الحماس الموجود عن الطلاب في إنجاز والدفاع عن مشاريعهم. تمام، في رسالة معينة بتحب توجهها للطلاب؟ والله هي الرسالة أنه دائما نحن بهالفترة بعصر الإبداع، يعني الإبداع والتجديد العلمي بجميع المجالات، سواء بمجال الطاقة أو بمجال الطب. فأنا بقول لهم بس فقط أنه يركزوا على موضوع الإضافات العلمية في مشاريعهم.